السلام عليكم. اليوم نعرفكم بوحدة من أكبر شركات في إفريقيا في ميدان البناء والتشييد، وهذه الشركة اللي كلكم تعرفوها وتسمعوا عليها وهي شركة كوسيدار. اليوم حبينا نعرفكم بأهم المنجزات نتاع الشركة هذه في جميع الميادين وكل يعني المنشآت التي تم إنجازها من طرف هذه الشركة الضخمة اللي الآن أصبحت رائدة في ميدان البناء والتشييد، وكذلك في استثمارات جديدة انطلقت فيها هذا المجمع الضخم تاع يعني مجمع كوسيدار. إذا خليكم تابعوا الفيديو تعريفي لمجمع كوسيدار، والسلام عليكم.